خد اسألي واحد أمين انتوا بردانين قوي كده آه طب نقفل الشبابيك لو بردانين طيب خلاص بس انا حاسس كده ان انتوا قاعدين كام شاني طيب زي ما انتوا عايزين ايوه طيب الهوا حلو الهوا حلو تجديد الهواء حلو طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في او بالتحديد الشهر اللي فات في موضوع بعنوان فاكرينه كان ايه رشيد تفسير تفسير ده الشهر اللي قبله احنا بان ثلاث ثلاث شهور بنتكلم في قصة تفسير الكتاب المقدس الشهر اللي فات اتكلمنا ازاي فهموا اليهود اه اللي كانوا منتظرين المسيا المنتظر ازاي فهموا شخصية ربنا يسوع المسيح وازاي استقبلوه اليهود كانوا قاعدين يقروا نبوات ويعدوا نفسهم ويعدوا اذهانهم اسمحوا لي انا بس عشان الصوت سامعين اشاعه كده بس ما اعرفش مش متاكد منها ان اليومين دول في مدارس بس لما باجي هنا اشوف ملعب الكنيسه بعرف ان هي اشاعه مفيش حاجه اسمها مدارس ولا كلام من ده عشان كده بتاكد ان هي بقى طلعت اشاعه خلاص مفيش حاجه اسمها كده يعني نشكر الله كل حاجه يعني زي الفل فنرجع لكلامنا ونقول ازاي اليهود كانوا منتظرين شخصية ربنا يسوع المسيح اللي بين قوسين اسمه المسيا المسيا المنتظر ازاي اروا اصفار العهد القديم ازاي اروا النبوات ازاي فهموا وميزوا دي ايه من وسط ايات كتير ازاي عرف ان دي نبوه انا هنا في العهد الجديد دلوقتي لما اتحققت النبوات وشفت الحدث الفلاني لما جاء اقارن الكلام الموجود في العهد القديم بعد تنفيذ الحدث بقيت افهم ان دي نبوه وفاهم ان ده كان الـ 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 الكلام القديم وده تحقيقه في العهد الجديد لكن الانسان اللي عاش قبل تحقيق العهد الجديد ده كان يعرف منين ان دي الايه دي نبوه والايه دي مش نبوه الايه دي تعليم او توبيخ او تاديب للشعب او مثل يعيشوا به الى اخر والاية دي نبوة كل ده عرفوه ازاي وكل ده شافوا العهد القديم كله ازاي الا من خلال شخصية المسيح عشان كده قلنا في المرة اللي فاتت لو تفتكروا لو تخيلنا كده ان اصفار العهد القديم دي كلها كده كتب مرصوصة من اخر الكنيسة لغاية هنا هم شافوا شخص ربنا يسوع المسيح كده ممتد من العهد القديم في الكتب دي كلها كده من اولها لاخرها وقالوا الـ الـ شخصية المسيح المنتظر هو الشخصية المحورية الشخصية اللي بالطول الشخصية المشتركة في كل الاحداث دي في كل النبوات دي في كل الاحداث يعني حتى مجرد حدث حصل زي مثلا آآ آآ فلك نوح او الطوفان بصفه عامه قبل الفلك والى اخره الحدث ده ما هو الا نبوه هو اشاره للغرق اللي كان فيه العالم كله وشخصيه المسيا المنتظر المخلص اللي هيجي ينتشي للعالم من الغرق في طوفان بحر هذا العالم وهكذا اي حدث اي قصه اي كلام اي تعليم اي نبوة ما كانوش يفهموها الا من خلال تطبيقها على شخصية مين ربنا يسوع المسيح وبالتالي لما اليهودي التقي اللي فاهم كلمة الله فعلا وعايش فيها فعلا بقوة وبعمق ما كان يقول لو خرجنا شخصية المسيا من الكلام بتاع الأسفار عهد القديم تصير كلام العهد القديم هي مجرد ايه؟ شوية حكايات، شوية تاريخ، ملهوش أي لازمة، لكن مش هنقبل شخصي الكلام بتاع العهد القديم إلا إذا كان فيه المسيح المصلوب كده من أوله لآخره فيه، وبالتالي يبقى الحدث ده ليه معنى وليه طعم نستصيغه ونفهمه. ده كان ملخص الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت عشان اللي ما كانوش حاضرين معانا او اللي سمعوا جزء او اللي مش فاكرين الى اخره. نكمل النهارده بقى ونقول ايه؟ طيب اذا كان اليهودي التقي اللي يعرف الله ويخاف الله كان فاهم هكذا العهد القديم وفاهم نبواته. اما ليه اليهود اللي كانوا ايام المسيح له المجد نفسه ايام تجسده رفضوه؟ وليه ما فهموهوش؟ ما ده 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 السؤال المنطقي اللي هيجي اذا كان ده كان تعليمهم ودول كان ده منهجهم ودي اسلوبهم في فهم الكلام ليه رفضوا بقى تعليم المسيح ده الطبيعي ان هم بالعكس كانوا يبقوا قاعدين متشوقين وقاعدين منتظرين زي الرسل اللي كانوا قاعدين يقروا في الكتب بتاعه النبوات ومنتظرين امتى يتحقق الحدث الفلاني والنبوه الفلانيه ليه ما كانوش قابلين الحقيقه اللي درسوا الكتاب المقدس ودرسوا تاريخ الاصفار تاريخ شعوب الكتاب المقدس وبالتحديد شعب اليهودي ادلنا التفسير ليه اليهود رفضوا شخص ربنا يسوع المسيح اليهود اللي كانوا عايشين في ذلك الزمن اولا قبل ما نقول ليه وبالتفاصيل ومن خلال كلام الكتاب المقدس لازم نعمل خلفية تاريخية صغيرة خالص هي فترة السبي لما اتسبى شعب بني اسرائيل السبعين سنة دول ورجعوا في حاجات كتير فقدوها خلال السبعين سنة دول وبعد عودتهم معرفوش يرعو لها تاني اهم حاجة هي اتصالهم بكلمة الله حصل في الفترة دي ان طبعا ما كانش في, في ايديهم ما كانش في كتب مطبوعة زي زماننا دلوقتي ولا متوفرة زمان دلوقتي ولا بيسمعوا كلمة الله لا في هيكل ولا في مجمع ولا في كل يوم سبت بيجتمعوا دول كانوا عايشين في في سبي يعني في غربه وشغالين في اعمال حقيره وفي اوضاع تعبانه مزريه وبالتالي ما كانش في ايديهم ان هم يعني يعرفوا كل مجد العهد القديم ده فلما رجعوا من السبي وابتدى يقرا عليهم عذره الكاهن والكاتب الاصفار كان بعضهم بيفاجئ وبيسمع الكلام ده لاول مره ما في اجيال راحت في السبي وماتت وفي اجيال اه اتولدت في السبي فاللي اتولد قعد تخيلوا مثلا واحد عنده أربعين خمسين ستين سنه والاول مره بعد ما رجع من السبي كان بيسمع كلمه الله وبيسمع النبوات دي بيعرف ده طبعا بالنسبه كان كلام جديد وبالتالي فيهم اللي كان بيبكي وفيهم اللي كان بيحس ان هو قد ايه كانت فتره السبي دي فتره قاسيه بالنسبه لهم وقسمتهم نصين. دي حاجه كمقدمه بسيطه. الفتره دي بقى كانوا اليهود نفسهم عايشين ازاي في البيوت. الام اليهوديه زي اي ام شاطره كانت تحافظ على ان هي تعلم ولادها التقاليد يعني التعاليم الشفهيه كده. بس مهما كان التعاليم الشفويه مش زي الكتاب نفسه. ففي حاجات كانت الامهات على قدر طاقتهم وقدر استيعابهم وذهنهم ما بيلقط بيقولوا حاجات حلوه كتير يعلموها لاولادهم يحفظوهم اللغه بتاعتهم عشان ما تضيعش اللغه العبريه اللي بالفعل للاسف فقدوها بعد كده بسبب انفصالهم عن وطنهم الاصلي وبتعلمهم شويه تقاليد وشويه تعاليم. الجيل اللي طلع في السبي متعلم الامهات التقيات شوية المعلومات طلع منهم متع... معلمين معلمين يعني بلغة الكتاب المقدس رباي رباي يعني معلم حتى بالضبط كده اللي هي اللفظ اللي استخدمته مريم المجدلية لما شافت المسيح له المجد بعد الايام قالت له ايه رابوني يعني معلمي رباي معلم رابوني يعني معلمي ف بت... ب... المعلمين دول خدوا من من اللي سمعوه وحفظوه وخلطوه على اللي اتعلموه بعد كده من التوراه وعملوا التقاليد بتاع بتاعه الشيوخ او بتاعه المعلمين والتقاليد دي مع الوقت فضلت تزيد وتقل وتكتر وتحط عليها معادات وتقاليد كل ماده التعاليم بتقل والتعليم الكتاب يعني الاصليه بتقل وتقاليد الشيوخ هي اللي ايه اللي بتزيد كل ما الكلام الشعبي البسيط هو اللي يزيد عارفين الحكايه كانوا يحكوها لنا واحنا صغيرين كده حاجه بسيطه قوي على حكايه نقل الكلام وتكرار الكلام مع اضافات واحد قابل الثاني هقولها لكم على سبيل الطرفه يعني بس كده واحد قابل الثاني قال له شفت الراجل اللي اسمه منصور قال له ماله؟ قال له ده انا شفته راكب حنطور. لغايه كده جمله ايه؟ بسيطه سهله وحلوه خالص اهو. التاني قابله قال له سمعت، قال له ايه؟ قال له مش فلان، شاف الراجل اسمه منصور وراكب حنطور، قال له طب ايه المشكله؟ قال له ده كان المشكله ان كان في ايده ساطور. قابل واحد تالت، قال له شفت آه ما شفت الراجل اللي اسمه منصور اللي راكب الحنطور اللي كان في ايده ساتور قال له ايه المشكلة؟ قال له ده كان لابس طرطور وهكذا وهكذا كل واحد هيضيف ايه؟ كلمة واحدة القصة ابتعدت تماما عن القصد بتاعها طبعا اللي بقوله ده ما زلت بقول بكرر لكم ده طرفة يعني حاجة تضحك كده عشان أقول لكم لو كل واحد زود كلمة طلع بره الموضوع خالص ونسينا الموضوع الأصلي ودخلنا في موضوع تاني طب الكلام ده كان موجود في عهد السيد المسيح وتجسده للاسف اه كان موجود والدليل على كده الكتاب المقدس نفسه ذكر لنا الحاجات دي نقراها فين الكلام كان فين هنقرا في انجيل معلمنا مرقس الاصحاح السابع بيقول ايه واجتمع اليه الفريسيون وقوم الكتبه قادمين من اورشليم ولما راوا بعضا من تلاميذه ياكلون خبزا بايد دنسه أي غير مختسلة أو مغسولة لاموا لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ الكتاب المقدس نفسه ذكر لنا الحكاية دي ذكر لنا المشكلة دي إن الفريسيين لاموا السيد المسيح ازاي تلاميذك يجرؤوا ان هم يعملوا كده ان هم يعملوا ايه يكسروا تقليد الشيوخ القصه مش ان هم ياكلوا بايدين مش مش نظيفه او متسخه المشكله ان هم يعملوا ايه يكسروا تقليد الشيوخ وهنا دي كانت المشكله ايام تجسد ربنا يسوع المسيح على الارض ان تقاليد الشيوخ المعلومات والحكايات البسيطه اللي كانت تقولها ماما وتيتا للمعلمين الصغيرين وياخدوها ويزيدوا عليها معلومات من عندهم و بقت في عادات معينة ومع الوقت العادات دي صارت حاجات مقدسة جدا ومهمة جدا أكتر من الوصية نفسها. فلما جه سيد المسيح يهاجم اليهود إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ ارجعوا الوصية تاني عملوا إيه اليهود؟ رفضوا المسيح له المجد. رفضوه مش علشان هو إنسان حلو ولا وحش، لكن رفضوه علشان إيه؟ بيكسر تعاليم الشيوخ. ومن هنا نفهم ليه اليهود رفضوا شخص ربنا يسوع المسيح؟ ده جاي يعمل ثورة. جاي يعمل آه انقلاب على التعاليم اللي إحنا تسلمناها والدنيا ماشية بيها بترتيب قوي. مع إن ربنا يسوع المسيح نفسه كان دقيق جدا إن هو ما يجرحهمش ويحافظ على التعاليم اللي في الوصايا الموجودة في كتاب مقدس. فهو احترم ان هو يتطبق فيه الناموس احترم عاده الختان احترم المعموديه او الغطاس احترم دفع الجزيه دي حاجه تبع الدوله انا عايز اقول التقاليد اللي في اه او التعاليم الموجوده في الكتاب المقدس احترمها ونفذها احترم عاده السبت حتى السبت كان يحترمه وما يكسرهوش الا في حالات خاصه أقول لكم عليه وده اللي هنتكلم عنها النهارده. طب ما عشان بس طولوا بالكم عليه ما احنا هنقول لكم ما. ما احنا بنقول اهو. ما انا عارف اهو هنقول اهو وهنجيب بالدليل و... و... وليه كان بيعمل كده؟ علشان يفهم الناس انتوا بتعملوا ايه وبتتصرفوا ازاي. فإذا شخصية ربنا يسوع المسيح كانت شخصية بالنسبة لليهود في هذا المجال شخصية ايه؟ محيرة ومقلقة. لانها اولا جه يكسر تقاليد الشيوخ ما تنسوش الكلمة دي دي حاجة دقيتهم قوي ازاي يكسر التعليم لازم يغسلوا ايديهم قبل الاكل طب هل في وصية عندنا في وصايا العهد القديم بتقول اغسلوا ايديكم اهي عادة غسيل الايدين دي عادة ايه حلوة ما اختلفناش المسيح ما هوش ضد النظافة لكن كمان ضد ان احنا ناخد تقليد ونعمله تابو يعني نعمله صنم ونعبد هذا التقليد وننسى ايه؟ الوصيه. ده مهم جدا، هو ده اللي جه السيد المسيح يلفت نظر الناس اليه. فمثلا في عادات وكانت ظهرت في الزمن ده وبرده ملهاش علاقه بالوصايا والكتاب ذكرها وما هاجمهاش. اوكي، دي عاده مش 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 يعني مش هتقل ولا هتنقص، زي ايه؟ زي العاده مثلا ان هم يسموا الطفل في اليوم الثامن لولادته عند اه الاحتفال بمراسيم الختان ودي اللي حصلت بالفعل في 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 ذكرنا الكتاب المقدس في اه اه ختان يوحنا المعمدان لما جم يسموه حسب العاده وقالوا الأم هنسميه ايه والى اخره عارفين انتوا القصه الوارده في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاول في الاعداد من 59 ل 64 الكتاب المقدس ما زعلش ما يعني او المسيح لو المجد ما هاجمهاش ايه المشكله؟ هيسموا الطفل في اليوم الثامن في اليوم العاشر، في اليوم ال في اليوم الأول لميلاده مش مش حد مش هتضر في حاجة. لكن إن احنا نكسر وصية عشان خاطر احترام عادة اجتماعية هي دي اللي كان المسيح لو المجد بيهاجمها. عادة تاني السيد المسيح برضه ما هاجمهاش. وذكرها الكتاب المقدس رغم إن هي لا تمت لأنها يعني لا تمت بصلة مباشرة للتعليم وللخلاص زي إيه؟ اللي في, في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 22 العدد 17 هقرا لكم قال ايه؟ <applause> بيتكلم على العشاء الاخير ولما كانت الساعه اتجا والاثني عشر رسولا معه وقال لهم شهوه اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتالم هو دلوقتي بيعمل ايه؟ الفصح لسه مش بياسس سر في خارستية. انتبهوا لان في ناس بتخلط بين الامرين هو دلوقتي بيقول ايه؟ أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. وبعدين ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لغاية دلوقتي هو ابتدى سر إفخارستية لا لغاية دلوقتي دي كانت إيه عادة من ضمن العادات اللي أضيفت أضافوها بعض الشيوخ او بعض المعلمين الرباي في عصر من العصور انهم يقدموا كاس ويدوقوا منه كل واحد يتقاسموه اسمه كاس البركه في طقس كان عندهم اسمه طقس القيدوش كلمه بالعبري معناها كاس البركه وده يتعمل في اليوم السبت وفي ولائم اليوم المقدس كانوا من انواع الطقوس اليهوديه وبعد ما عمل الطقس ده عمل حاجه تاني بقى لأن لأني أقول لكم لأشرب من نتاج الكرم حتى يأتي ملكوت الله وهنا خلص ثم أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم وقال هذا هو جسدي الذي إلى يبقى هنا بعد ما خلص الفصح عمل لهم الإيه؟ الإفخارستية جسد دمه احترم عادة الفصح العادات والتقاليد اللي في الفصح وبعدين عمل الإفخارستية دي حاجة ودي حاجة. المسيح ما جاش عشان يضايق الناس. ما جاش عشان يكسر وعمال على بطال، واحد يعني متغاظ ومتضايق ويلا شيل وحط، لا 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 ما جاش كده. هو جه يميز ويفرق بين الاثنين، لأن بين تنفيذ الوصية واحترام الوصية وفهم الوصية وبين تفخيم العادات وعملها نعملها صنم ونعبده شعره فجيه السيد المسيح يقول لهم خلي بالكم ما تخلطوش الورق على بعض بيقول لنا احنا كمان نفس الكلام انا وانا بديكم الوصية خلي بالكم احنا هناخد الوصية هنحترفها هننفذها لكن كمان مش هنخل نحول بعض الامور الشكلية الى تابو الى صنم نعبد هذا الصنم وننسى الوصية زي ايه مثل قلته لكم قبل كده وحب اكرره عادة جميلة جدا احنا بنحتفل وبنقدر قوي المعمودية مثلا يجي اب وام ربنا رزقهم بطفل جديد جميل او طفلة سيان يعني وقرروا ان هم يعملوا له المعمودية بتاعته حاجة جميلة جدا والاب والام يهتموا ويدعوا الحبايب والقرايب وتيتا وجده وعمه وخالته والعيلة وعيلة شيء جميل والاب يحتفل ويعمل تجهيزات لبعد المعموديه في اكل حلو ويعمل احتفال يشتري لبس جميل للطفل الجديد اللي هيلبسه بعد المعموديه ويعمل اتصالات يجيب اتوبيس لو احنا رايحين نعمده في مكان جديد كل ده كلام جميل رائع تجهيزات جميله وحلوه خالص دخلنا بقى على المعموديه يلا هنعمل معموديه بقى مين هيتناول بعد القداس مع الطفل الجديد بابا وماما لا معلش أنا أفاجأ أنا شخصيا في المعمودية أسأل الأب هتناول؟ لا معلش لسه شارب سيجارة وشارب كوباية شيء قبل ما أجي، نعم كل التجهيزات الجميلة دي وكل الحاجات الحلوة دي وكل الفرحة دي وديتها كلها صفر على الشمال. جنب إن أنت ما تحتفلش مع ابنك أو بنتك العطية الحلوة اللي ربنا اديها لك بان اول يوم هياخد سر الافخارستيه بعد ما هيتعمد ويصير مسيحي ويضاف غصن جديد في اصل شجره الزيتونه اللذيذه جسد المسيح الحي وهيبقى عضو جديد في جسد المسيح الحي انت تسيب كل التجهيزات البرانيه دي هي دي اللي تقعد تهتم بيها وتسيب اهم حاجه انك تبقى انت وهو ومع والدته واخواته لو عنده اخوات اكبر منه الكل يشترك في فرحة المسيح والجسد والدم تنسى أهم حاجة المسيح الجسد والدم وتقعد تفكر في العادات والتقاليد والبدلة الجديدة والمش عارف الأكل شكله إيه والشرب شكله إيه يبقى أنت عملت إيه يبقى أنت عملت زي اليهود اللي إحنا كنا بنحكي عنه سابوا الوصية ومسكوا في الإيه في التقاليد فجه السيد المسيح اذا كان بقى اليهود كانوا زعلانين من المسيح اه فعلا المسيح بقى جاي ثوره جاي ثورة يحطم النوعية دي من الأصنام. أي صنم هنكبره هنعليه أعلى من احترام الوصية ومقابلتي الرب البيت نفسه، لا ده لازم يكسر الصنم ده ولازم نقف قدامه ولازم نتحداه وتفضل الوصية هي نمرة واحد مش أي حاجة تانية. لكن لو الأب والأم اهتموا في وسط كل ده وأهم من كل ده بالإفخارستية وتناولوا فرحوا وطلعوا وعملوا بعد كده قاعدة جميلة وكلوا وشربوا، الكنيسة هتزعل في إيه؟ كلوا واشربوا وفرحوا ومفيش مشكلة، بس المهم أنت والأم الأب والأم يعني والأسرة كلها تبقى فرحانة إن هي اتحدت بالمسيح الأول، فهم قيمة المعمودية دي، إحنا مش جايين نعمل واجب آآ آآ حاجة يعني واجب عليا ولا حاجة أنا مضطر أعملها وأنا ماليش نفسي أعملها ولا ليه, ليه ليه الكنيسة مش ماشية رانا بالكورباك ما يا اعملها وانا فاهم انا بعمل ايه ومقدر ايه. يا يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. يبقى لازم اعملها. لازم اعملها بس اعملها بايه؟ بفهم وادراك لقيمه الحاجه الحلوه اللي انا بعملها دي. وبالتالي كان جاء السيد المسيح لو المجد يعمل كده، يهاجم التابوهات دي، التماثيل الصنم دي اللي عملها التقاليد اليهوديه في مع الوقت. ونست الناس الحاجه المهمه والاهم اللي هي الوصيه. فالمسيح لو المجد ما جاش عشان يضايق الناس بل بالعكس كان بيقودهم وبيزقهم للحاجه المناسبه. فعلى سبيل المثال نرجع تاني لمرقص مرقص سبعه الحته الجميله اللي كنا بنقراها مع بعض لما قالوا له ازاي تلاميذك يكسروا تقاليد الشيوخ. بصوا سيد المسيح قال لهم ايه؟ في لقا سبعة الأعداد من واحد لخمسة لما قالوا له بقى ايه و... و... وتكسر تقاليد الشيوخ فقال بيكمل الكلام في العدد من أربعة ومن السوق إن لم يختسلوا لا يأكلون وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأبريق وأنية نحاس وأسرة ثم سأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ رجع الكلام تاني على المشكلة هي هي بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة أجاب يسوع وقال لهم: حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كده السيد المسيح ابتدى يلفت نظرهم أنتوا بتدوروا على إيه؟ على الأباريق والصحون والأكل والشرب والإيدين المغسولة والإيدين اللي مش مغسولة إيه يعني بتكرموا الله بشفتيكم تكرموا الله بكلامه بس ولكن المهم والاهم هو ايه القلب ما هو مبتعد بعيدا جه السيد المسيح عشان يرد القلوب. القلوب لله مش العادات والتقاليد الخارجة ولكن القلب لازم القلب يرجع لله رجعوا هجموه قالوا له ده انت جيت تكسر الوصايا حاجة نفتح التليفون يسمع ان انا في الوعظة عشان يعرف انا مش برد عليه عشان مش عايز ارد عليه انا بردش عليه عشان احنا في اجتماع وبنوعز ما يصحش نرد على التليفونات اثناء الوعظ كده كويس بس خلاص وصلت الرسالة ناس بتزعل بتقول لي ما بتردش على التليفون طب اقول لهم ايه طيب ما في حاجات زي كده كتير لازم يعني نوصل الرسالة بطريقة او باخرى عشان الناس ما تزعلش طيب لوقا ستة هنقرا مع بعض انجيل لوقا معلمنا لوقا الرسول اصحاح السادس الايات من واحد لست وفي السبت الثاني لا الرساله ما وصلتش واضح ان هي ايه ما وصلتش لان لو وصلت المره اللي فاتت ما كانش اتصل مره ثاني بس معلش ما حاجه نقرا الانجيل ونركز معاه مع بعض يلا وفي اليوم وفي السبت الثاني بعد الاول اجتاز بين الزروع وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم فقال لهم قوم من الفريسيين لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبود فأجاب يسوع قال لهم أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا والذي لا يحل اكله الا للكهنه فقط، وقال لهم ان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. واحده من الحاجات اللي كانوا بي يعني بيمسكوها اليهود على شخص ربنا يسوع المسيح ان هو جاي لا يحترم يوم ايه؟ يوم السبت. طبعا دي مشكله كبيره، السبت وصل عند اليهود ان هو بقى ايه؟ ملاش هو اول ما بينزل تحت بيرن تاني. فنفضل كده فاتحينه على طول احسن حاجه خلاص ما اقراش حاجه نقرا نكمل تاني الكلام ونقول يوم السبت كان عند اليهود هو كان يوم عظيم هو وصيه اه حفظ السبت ولكن الوصيه هي مجرد كلام بأ 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 باخده وبنفذه ولا لازم يبقى الوصيه دي فيها روح وحياه فيها فهم للوصيه انا لازم افهم الوصيه دي فيها ايه وبتقول ايه احسن حاجه نقفله ونريح دماغنا لانه يعني, يعني الراجل عمال يقول الو 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 مش سامع طيب ف الوصية هي روح وحياة، الوصية مش مجرد افعل ولا تفعل. ربنا مش عايزنا نكون آلات، مش عايزنا نكون مجرد ترس في آلة. فسامحوني يعني الترس ما يقدرش يميز بين أمر وآخر، الترس عنده الأوردر خده من الترس اللي تحتيه هو عليه إن هو يكمل ويوصل العمل اللي وراه واللي وراه وهكذا. لكن الإنسان اللي ربنا ميزه بنعمة العقل ما ما هوش كده، الإنسان ربنا يميزه بنعمة العقل، يقدر إمتى وفي نفس الموقف يعمل التصرف ده، وفي نفس الموقف يعمل التصرف الثاني، ليه عمل ده كده؟ لأنه عنده نعمة الإفراز، نعمة التمييز، إمتى أعمل ده في الوقت ده لأن كان فيه الظرف الفلاني، وإمتى أعمل كده وما أعملش كذا لأن ده فيه الظرف العلاني، وده اللي قاله السيد المسيح لليهود هنا. قال لهم انتوا زعلانين من التلاميذ ان هم بياكلوا السنابل يوم السبت انتوا ما قريتوش حصل ايه مع داوود لما اليهود جاعوا لما الجنود عفوا جاعوا وكانش كانش قدامهم حاجه اداهم انهم ياكلوا من خبز التقدمه اللي ما كانش يحل اكله الا لمين؟ للكهنه فقط لكن ده موقف وكان الجنود في موقف صعب وفي اه اه يعني في في وسط اه 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 محنه ولازم يتصرفوا وتصرف وكده ما, ما, كسرش وصية داود ولكن فهم الوصية بالروح مش بالحرف بينما اليهودي كان عايز ينفذ بالحرف في الوقت اللي كان فيه سيد المسيح له المجد في الجسد كان فيه زعيمين كبار قوي في اليهود اتنين مش زعماء لما اقول كلمة زعيم مش مقصود بيها زعيم سياسي لكن مقصود بيه زي يعني رجل دين كبير مفسر للتوراة وللشريعة كبير واحد اسمه شماي والتاني اسمه هلل شماي ده كان متشدد جدا يعني لما نقول مثلا ما تلمس يبقى ما تلمس لمس يبقى دي خطيه ولازم يقدم عليها ذبيحه خطيه والى اخره بينما هلل ده كان راجل هادي شويه عنده مرونه يقدر يفهم بيها الوصية بس من المرونة بتاعته ميع الوصية ضيع معنى الوصية يعني في الآخر كده واحد راح أقصى اليمين والتاني راح أقصى اليسار فجاء السيد المسيح في وقت تجسده قال لهم لا ده صح ولا ده صح لا التشدد الشديد المثل اللي قاله لهم من منكم إذا وقع دبته أو خروفه أو حماره في يوم السبت يسيبه لا لا شماي اللي بيقول لا يسيبه يموت احترام يوم السبت اهم واغلى من ال من الخروف ينقذ او الدابه دي تنقذ والتاني شماي لا يقول اسف هلل يقول ها ده انا اجيبه واحميه وانضفه واكله واهتم بيه وان كان رجله اتكسرت بسبب الوقع اروح اجبرها واعمل واعمل كده كسر السبت تماما وده فهم السبت غلط تماما لا ده صح ولا ده صح تواصل ده في الوقت ده اللي كان فيه تجسد المسيح ان هم بيفهموا الوصايا بالطريقه الصعبه والحرفيه دي انه يقول مثلا في مثل زي آآ آآ فرق السنابل ده كان شماي اللي هو المتشدد يقول ما يلمس السنابل لو لمس السنبوله كده بايده شخص لا في الحالة دي يبقى كسر الوصية. بينما هلل الراجل اللي هو كان يعني متسامح يقول لا ممكن يلمس الـ الـ السنابل يفركها بصوابعه بس. إذا فركها بصوابعه وصوابعه عرفت تمسك الحبة بتاعة القمح من غير ما يفتح إيده يبقى هو كده ما كسرش الوصية. وياكلها ما يجراش حاجه لكن اذا فتح ايده استخدم بقى ايده في الفرق كلها وبتاع لا كده يبقى ايه كسر الوصيه شوفوا اللي وقتها كان اليهود عندهم مشاكل قد ايه وكان تفرق معاهم قوي التفسير ازاي والتعامل مع الايه ازاي والحرف ازاي فجاء السيد المسيح يقول لهم ربنا مش فرق معاه انت لمست ولا فرقت بصوابعك ولا فتحت كف ايدك ربنا يريد رحمه لا ذبيحه هو فا... انت فاهم الوصية وفاهم احترامك للوصية وفاهم احترامك ليوم السبت ولا مش فاهم يعني لما الكنيسة تقول اذكر يوم الرب اللي تقدسه يوم السبت زمان اللي هو يوم الحد النهاردة واحد يعمل في يوم الحد ده عمل يمجد الله يبقى كده هو كسر وصية الله بل بالعكس ده هو اليوم الاحسن يوم اقدم فيه شيء يفرح قلب الله بان أقدم خدمة في هذا اليوم واحد يفهم وصية يوم الرب لقدسه يعني أنا أقعد في البيت وارتاح لأن الكتاب قال كده واستراح الرب في اليوم السابع يا سلام هو الاستراحة المقصود بها أخذ أجازة الاستراحة المقصود بها يعني مجرد أن أنا يعني لا أباشر أعمال لا طبعا مش مفهوم الاستراحة أو استراح بالكلمة المعنى البشري المادي ده لأن ببساطة الله روح والروح لا تتعب وبالتالي التعب مش مقصود بيه أبدا التعب المادي وبالتالي الراحة مش مقصود بيها الراحة المادية ولكن الراحة في فهم الوصية وفي تنفيذها بالرحمة الله يريد بكرر ثاني الرحمة لا الزبيحة فكانوا ال 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 اليهود في زمن السيد المسيح له المجد مقسومين نصين فريقين كبار قوي واحد رايح لأقصى اليمين والتاني لأقصى الشمال عشان كده السيد المسيح لما شافهم عاملين زي غنم بلا راعي زي ما قال لهم، قال الموعظه الجميله بتاعته على الجبل، فشوفوا الموعظه هختار لكم منها آيتين اتنين، وشوفوا ربنا عالج ازاي المبالغات سواء من الناحيه دي او من ناحية دي من خلال الموعظه على الجبل. فمثلا لما كلم السيد المسيح على وصية عدم الغضب يقول ايه؟ في متى خمسة واحد وعشرين وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم أنا مش هقول لك بقى اقتل ولا ما تقتلش أنا هجيب لك الموضوع من الأول هقول لك إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم لأن الحقيقة اللي عايز يقتل بالقتل يعني المادي وطبعا القتل المادي ده اخر مراحل القتل لكن في قتل معنوي وقتل ادبي وقتل 900 نوع من انواع القتل قبل كده اخر مرحله هو الحاجه الماديه انت مسكت الوصيه الماديه وقفت قدامها لا تقتل لكن انا عايز اقول لك هجيب لك الموضوع من اوله يا شماي اللي انت متشدد قوي وبتقول القتل بس بالخنجر ولا بالحجر تخبطه على راس الواحد ولا تاني هالليل اللي هو يعني متسامح قوي المساله اللي هي كده ولا هي كده ولكن هي اسمع بقى التعليم الصحيح بيقول ايه اللي هيغضب على اخيه باطلا هبتدي من اول الغضب فيكون مستوجب الحكم ومن قال لاخيه رقه يعني كلمه استهزاء او تحقير يكون مستوجب المجمع ومن قال يا احمق وهي ايضا كلمه استخفاف و وتحقير يكون مستوجب نار جهنم فان قدمت قربانك الى المذبح هناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحنا يستعالى وقدم قربانك الوصيه الواضحه اللي جه السيد المسيح يقولها للرايح يقدم قربانه للرايح يتقدم من جسد المسيح ودمه اول وصية واقوى وصية واعنف وصية كن محب للجميع لا تغضب على احد احبوا اعدائكم عشان كده لما بيجي الواحد في قعدة اعتراف يقول لي انا عملت كل الخطايا وانا راجل وحش وانا صفاتي مش عارف يقول ايه يعني مش عارف يحدد حاجة الدنيا ملخبطة معايا له سنين مثلا ما اعترفش ولا تناولش ولا بتاع بس قالوا سؤال واحد تعال نبتدي نرتب الافكار ونرتب المسائل من حيث الاولويه انت زعلان من حد دي اول وصيه علمنا بيها المسيح لان دي اكتر حاجه تخليك ممنوع من التقرب من الاسرار المقدسه انت زعلان من حد هل شايل في قلبك خطيه الغضب او الضغينه او الحقد على حد وقتها هقول لك ستوب لو عندك المشكله دي تعال نصفيها الاول لان عندنا هو نص واضح وصريح لا يحتاج تاويل كلام السيد المسيح ولا المجد اترك قربانك قدام المذبح وروح اصطلح مع اخيك الاول صفي وارجع للمحبه الاول وبعدين تعالى قدم أربانك وقتها بس قربانك هيتقبل في ناس عندها استعداد تعمل حاجات حلوه كتير وممكن وتقدم عطايا وتبرعات وهبات وتخدم خدمات بنفسها و بس تقول أنا ممكن أعمل كل حاجة حلوة، لكن عندي حاجة واحدة بس، أصل فلان اللي زعلان منه ده وزعل بقاله سنين، وأنا ماليش ذنب أنا ما عملتوش حاجة، هو اللي عمل هو اللي سوى. ما تغيرش الحقيقة يا عزيزي وما تغيريش الحقيقة يا عزيزتي. بلاش نجمل الموضوع. صفي قلبك الأول وبعدين تعالى قدم أي نوع من أنواع الخدمات هتبقى مقبولة وجميلة. إعمل كل اللي أنت عايزه من غير ما تصفي قلبك وما يكونش عندك محبة واضحة وصريحة تجاه قريبك تجاه أخيك تجاه أختك تجاه أي إنسان ليك في الدنيا يبقى أنت كده إيه بتلف وتدور حوالين الحقيقة عشان كده السيد المسيح لما اتكلم على القتل قال لهم أنا مش هكلمكم على القتل المادي في قتل أصعب بكتير من القتل المادي هو القتل المعنوي القتل الأدبي القتل الروحي ما تقوليش ما أصل هو اللي قتلني أدبيًا، أصل هو لا ما أنت هتعلق الشماعة ليه هيعلق الشماعة مش هنخلص. لكن إبدأ بنفسك وصفي، سامح، إغفر لو عرفت تعمل كده يبقى أنت عملت أول طريق في الوصية صح، إنك تدخل إلى العمق، إنك تسامح، إنك تغفر وقتها تقدر تقدم قربانك على المذبح. ده العمق الجديد اللي جاي يقدمه المسيح لليهود. المسألة مش مسألة اللي هيقتل بحجر من قدام ولا من حجر من ورا السنبلة حفركها بإيدي بصوابعي بس ولا حفركها في كفي ولا مش عارف إيه كل دي تفاصيل سامحوني يعني ربنا ما هوش مخه يعني صغير قوي كده عشان يقف قدام فرق بتاع بالإيد ولا بالصوابع ولا مش عارف إيه مش هي دي القضية لكن ربنا عنده عمق تاني ده اللي جه يعمله المسيح وعشان كده اليهود رفضوه. جه يعمل ثوره؟ اه جه يعمل ثوره. نعم اذا كان هو هي دي الثوره من وجهه نظركم؟ اه فعلا هو جه يعمل ثوره وجه يحطم اوثان؟ اه جه يحطم اوثان اذا كانت هي دي الأوسان اللي انتم بتعبدوها فهو جه المسيح يحطم هذه الاوثان ويرجعكم تاني للفكر الصح. وصيه تاني ذكرها المسيح في الموعظه على الجبل اللي مو... هي آه وصيه عدم الزنا بيقول ايه وقد سمعت انه قيل الغرباء في العدد 27 من نفس الاصحاح وقد سمعت انه قيل القر... القر... للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه انت هل لسه هتعمل توصل للفعل لا تعالى معايا بقى اجيب الموضوع معاك برضو من الاول زي الغضب المساله من الاول من نظره العين من ينظر الى امراه فإن كانت عينيك اليمنى عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقها عنك لأن خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم إن كانت يدك اليمنى تعسرك فاقلعها فاقطعها والقها عنك لأن خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وهكذا جاء السيد المسيح ليضيف بعد جديد في الوصية عمق جديد في الوصية الوصية مش مجرد لا تقتل لا تزني لا تسرق لا 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 مش مجرد أوامر ولكن تعال نجيب المسألة من الأول المسألة محتاجة العمق لبعد هو ده اللي جه المسيح يعلمه لينا ولما بقوله بكرر لما قال الكلام ده لليهود وخالف تعليم شماي وهليل كان شيء طبيعي ان هم يعملوا ايه؟ هيرفضوه. مين ده اللي هيقبل انه يقلب لهم الموضوع راسا على عقب ويجي لهم الهيكل بتاعهم اللي هم قعدوا سنين يبنوه والفكر القديم ده والتقاليد القديمه دي كل دي كانوا محافظين عليها وفرحانين بيها فشيء طبيعي ان هم كانوا يرفضوا المسيح ويرفضوا تعاليمه. احنا مش بنتكلم النهارده عشان نقول لليهود هم صح ولا غلط في ربنا هو اللي حاسبهم في النهايه ولكن انا بقول كل الكلام ده عشان نسال نفسنا هل واحد فينا مشارك اليهود بطريقه تفكيرهم فلو كان حد فينا لسه بيفكر بالطريقه دي ينتبه المسيح له المجد جاء علشان يكسر الاصنام جاء ليصنع ثوره ويغير الافكار العتيقه دي وجه يكسر تقاليد الشيوخ وانتبه اوعى تكون ماشي انت كمان ورا تعاليم الشيوخ اوعى تعمل زي الراجل اللي حضر كل حاجة لمعمودية ابنه ونسي اهم حاجة ان هو يحضر قلبه يشارك ابنه في الفرحة بدخول المسيح لي اوعى تعمل كل حاجة حلوة من برا وتنسى انك تعمل اهم حاجة استقبال المسيح من جوه عشان كده السلسله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده بأن شهرين يعني الشهر اللي فات وادي الشهر ده وان شاء الله لسه هنكمل المره اللي جايه بعنوان ايات عسره الفهم اليهود فهموا الكتاب المقدس غلط احنا كمان هنفهمه بطريقتهم ولا نفهمه بطريقه المسيح اليهود اللي كانوا اتقياء كانوا منتظرين المسيح بالنبوات وشايفين شخصيه المسيح الممتده من التكوين لملاخي ولو خرجنا شخصية المسيح من تكوين لملاخي صار الكتاب المقدس مجرد أخبار أو تواريخ أو عادات وتقاليد ملهاش أي لازمة ولكن إذا حطينا المسيح في كل موقف صار لكل موقف معنى وعمق وفكر اوعى تأخذ الكتاب المقدس كمجرد تعليم مجرد عفوا معلومات مجرد أقوال حلوة مجرد مجرد حكم ومواعظ مجرد كلام معلومات حلوة نقعد نحفظها ونعمل مسابقات مسابقات حلوة وكل حاجة بس مش هو ده الهدف الهدف ان افضل اشوف المسيح في كل موقف وفي كل آية وفي كل حكاية وفي كل صغيرة وكبيرة وقتها يبقى انا قريت الكتاب المقدس صح اذا ما عملتش كده يبقى انا ممكن كنت بقرا وبدرس اي حاجه تانيه غير الكتاب المقدس ربنا يدينا نكون من خلال السلسلة دي السيد المسيح كان هقول حاضر حاضر بي السؤال بيقول ليه المسيح اليهود قالوا على السيد المسيح انه شريب خمر زي ما قلت لحضراتكم كان في زمنه فيه الاثنين اكستريم الاثنين المبالغات اقصى اليمين واقصى الشمال والاثنين كانوا بيتجاذبوا الناس فجاء السيد المسيح عشان يقول لهم المساله مش مساله الشكل يا جدعان افهموا عمق الوصيه افهموا الهدف من الوصيه افهموا اه مثلا احترام السبت تفهموه ازاي اكل معين تفهموه ازاي شرب معين تفهموه ازاي الوقت ده كان المشروب اللي يعني بيقدم زي ما فهمنا النهاردة الشاي والقهوة كان نوع من أنواع الخمور غير المسكرة والدليل على كده في عرس قانا الجليل لما فرغ منهم الأجران اللي فيها الخمر وجات الست العذراء تتشفع وتتوسل عند ابنها حل لهم مشكلة الأجران فضيت فالمسيح لو المجد حول لهم الأجران لإيه؟ لمية؟ من مية إلى خمر المسألة مش مسألة هم رايحين يسكروا لكن ده المشروب اللي كان موجود في الوقت ده المشروب اللي آه نقوله بمفهومنا النهاردة الشربات اللي بتوزع في الفرح الكنزات اللي تتوزع بلغتنا في زماننا دلوقتي بالفرح وهكذا فده اللي كان موجود في الزمن ده كانوا بيشربوا ما هرجع تاني افكر لانه كان في نوعين نوع يرفض تماما ونوع يرفض ويفتح للبحري، السيد المسيح قال المساله مش مساله ارفض ولا اقبل، مساله انا بعمل الحاجه دي ليه؟ هل هو المشروب اللي بيتقدم للفرح بطريقه عاديه كنوع من انواع العاده الاجتماعيه؟ اذا كنا هندور على المسكر طب ما خلونا واقعيين هو الشاي ما فيه نوع من انواع الادمان او يعني ماده منبهه. القهوه فيها نوع المساله مش مساله نعم بالظبط كده التهم يعني كانت جاهزة وموجهة لشخص المسيح له المجد كلها من كل نوع أكل وشريب خمور وقالوا عليه أنه بيقعد مع الخطاة والعشارين وإلى آخره عملوا له كل التهم ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم المجتمع كان على أيامه مقسوم نصين كبار نص مع المعلم المتشدد ونص مع المتعلم المتساهل وانت بقى اللي جاي جديد جاي تطلع لنا كلام جديد، انت كلامك اي نوع؟ قال لهم لا ده ولا ده، انا جاي اقول لكم عمق، انا ما يهمنيش افكركم دايما المثل فرك بالصوابع ولا براحه اليد ولا باللمس ولا ولا، لكن يهمني البني ادمين دي ما تجوعش وتموت من الجوع، تاكل رحمه لا ذبيحه. مش عارف الى اي مدى يعني كده الرساله وصلت. اشكركم ونشوفكم ان شاء الله الشهر الجاي على خير تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستعقين نقول بشكر